منى كانت بتسأل إن ابن خالها يعني كان بيحبها، وهي صرحت والدتها بهذا الأمر منذ بداية الأمر. وبعد كده الأم يعني راحت قالت للوالد، فالوالد قال لها طول ما أنا عايش أنت ما تتجوزيش من ابن خالك. وبعد كده الموضوع قعد لفترة سنوات طويلة جدا، وبعدين بعد وفاة الوالد الأم قالت لبنتها إنه وصاني والدك بإنه ما تتجوزيهوش. طبعا الوصية دي غير واجبة، يعني هذه الوصية لو كانت كما قالت الست الوالدة الكريمة هي مستحبة وليست واجبة، والأمر في الحقيقة هيخضع للمصالح والمفاسد والمآلات ومشورة أهل الخبرة وأهل الخير، الناس اللي يحبوا لنا الخير. فأنا أنصح في هذا الأمر يا صاحبة السؤال بالاستخارة، والاستخارة دعاء استعانة، بسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، وعسى الإنسان يكون متمسك بشيء ما يكونش فيه خير بالنسبة له، وعسى إن الإنسان يكون محتاج إلى يعني تروي وروية حتى يستطيع أنه يختار الشيء المناسب، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فإحنا عايزين أن الأمر يمشي بهدوء. طيب أنا بشكر لك أنك أنت ما خدتيش قرار مع نفسك في هذا الحال عشان المسألة ما تحتدمش بين الأسرتين، لكن على الخاطب اللي هو ابن خالك محاولة إقناع الأهل، لكن عليك كذلك إعلام الست الوالدة بأن هذه الوصية ليست واجبة أنها تفرضها عليك بهذه الصورة يا منى.